طيب مداخلة أخرى مع الفرزدق واسم المستعار أكيد، يقول سيبقى المجتمع الذكوري مهيمنا دائما مهما بلغت المرأة من فكر وثقافة، وشكرا لكنا سيداتي الفاضلات. إذن هل فعلا ستبقى المرأة دائما؟ لا أبدا، لأن لما كانش عندنا الأمل أنا أظن ما يعني سنشد الملف ونمشيو بحنا الناس. لا، لأن كاينة والارتباط بالحداثة، وكاينة شخصيات في المغرب حققوا الكثير ونضلوا الكثير، وحنا مدينين كذلك الجمعيات النسائية، لأن والحركات النسائية مناضلة فعلا. لا، بنفسنا في العلاج العائلي مدينين، لأن هما اللي نضلوا، كيفتحوا أبواب ديال النقاش، ولكن كيخصنا نعمقوا النقاش ويكون التوحد، واحد البرنامج اللي كيجمع كامل، واحد المركز اللي تكامل ضد الدراسة والبحث.